السلام عليكم. اليوم شيوتنا ديال الفاسية ان شاء الله غادي تقدم لكم رغيفات او الملاوي اللي غادي يكونوا ان شاء الله معمرين بالجبن. اللي غادي نحتاجوا ليهم واحد 3 ديال المعالق، 3 ديال الكيسان ديال الفورس، وعندنا واحد جوج كيسان ديال الفينو، وعندنا الماء دافئ للعجن، وعندي واحد المعلقه معمره ديال السكر سنيده، وعندي نص معلقه ديال الخميره ديال الخبز، وعندي كذلك الملحه، الملحه حسب الذوق، ها هي دي اللي كيدير الانسان. وعندي هذا الجبن اللي تنهضر لكم عليه دائما، هذا هو اللي كاين في هذه الطريقه. اللي غادي ندير فوق دابا اول حاجه غادي ناخذ الفورس، غادي نضيفو الفينو، غادي نضيفو الخميرة ديال الخبز، كذلك السكر والملحة، وغادي نخلط هادشي بيدي شوية هكذا، وغادي نديه يتعجن ونرجع لكم بعد ما غادي يتعجن ونرجع. صافي هنا العجينه ها نتوما شفتو تعجنات مزيان كهكذا كصاجي. دابا غادي نديرها كويرات صغيورين وغادي نرجع لكم. صافي هنايا من بعد ما درتهم كويرات ها نتوما شفتوهم كنديروا لهم شي شويه ديال الزيت هكذا، روميه بلا ما نحتاجو نديروا اليوم البلديه اولا الزبده مذوبه على حسب نتوما اللي بغيتو. صافي غادي نخليهم هكا شي شويه يرتاحوا، من بعد ما غادي يرتاحوا غادي نزيد نعطيكم فكره. غادي تقدو تعديروا فيهم كذلك فروماج ديال الموتلات اولا هذا اللي كيتباع حتى هنايا بالنسبه للناس اللي عايشين هنا في هولندا، راه كيتباع حتى هو في الدي ولا جومبو ولا اي بلاصه. هذا سميركاس، سميركاس اللي هو الفروماج اللي مذوب، هو نفس الفروماج الاحمر غير هو طحنينو مذوب. وبالنسبه للجبن اللي بغى الناس اللي عايشين في المغرب يديروا جبلي يمكن لهم يجي يديروا الجبن البلدي حتى هو كيجي غزال. المهم هذه الحصه ديال اليوم ولا الفيديو ديال اليوم اللي غادي يكون متنوع بالاجبان اللي مختلفه. دابا اول حاجه غادي نبداو على بركه الله، غادي ناخذ غير زيت الروميه عاديه ولا الزبده مذوبه على حسب اللي بغيتو نتوما. غادي نخليو هادشي على جنب، غادي نقبض اول وحده اللي غادي نطلقها هنايا. صافي بحال هكا هكا كنطلقوها. غادي نقبطو كي قلت نبداو بالجبن، الجبن الكريمي غادي نطلقوه بحال هاد الطريقة. هاد الملوي ولا الملويات اللي غادي يصلحو لكم في رمضان ان شاء الله، نديروهم هكذا مربعين بحال هاد الطريقة، وغادي نخليهم في الجنب هنا ما نقرصهمش حتى نبغيو نحتاجوهم. كذلك غادي نقبض الثانيه، الدلاك راه كيسهل، انا ماشي معجزه يعني انا كيعجبني، يمكن لي ندير بيدي يمكن لي ندير هذا. غادي نقبط الجبن ديال الموتلات كذلك غادي نمعكو حتى هو بيديكم ولا بشي معلقه على حسب. صافي وغادي نديرو له كذلك، هادشي كيصلح للدراري. غادي نقبطو الثالثة، غادي ناخدو واحد المعلقة
وغادي نهزو هكذا بحال هاد الطريقه ونضيفو هنايا. ونطويو كذلك. هادو كيمكن لكم تصوبوهم وديروهم في المجمد النهار اللي تبغيوهم تحتاجوهم، غادي تخرجوهم من المجمد وغادي تسلقو شويه. من بعد غادي تجيبو ديك لاباري ديال الطوستي ولا ديال البريسه ديال الخبز اللي كان ديال البانيني، تما غادي تصطفوهم هكذا وتضغطو عليهم وداك الساعات غادي تكملوهم. انا هاني صوبت لكم كي قلت لكم هادو ثلاثه مختلفين، هذه ديال سميركاس او الجبن الفروماج الدائب، هذه ديال لافاش كيري ولا كيري ولا حسب اللي عندكم توفر، وهذه ديال الجبن. انا غادي ندير صفوفها هكذا باش نبقى عاقله عليهم، وكل وحده غادي نديرها في طبسيل داك الساعات باش غادي ان شاء الله دابا نخليهم يرتاحوا شي شويه على ما نكمل باش ندوزو ان شاء الله غادي نطيبوهم. صافي هنا هاني درت المقلاه كتسخن، غادي نرشها بواحد شويه ديال الزيت غادي ناخذ وحده من ديك المسمنات اللي راه مازال خايده فيهم اللي تكون ارتاحت، غادي نديرو لهم هكذا بحال الطريقه. الا شفتوا شي حاجه تنفخه تبقاو ديروا لها هكذا باش ما تبقاش تدي لكم الديفو في الملاوي هكذا بحال هذا الشكل، خصهم يجيونا مربعين متقاددين بحال الطريقه. حتى هذه كذلك غندير لها هكا. صافي دابا غادي نقبض كي قلت رشيت المقله شويه، غادي نهزها غادي نديها مباشره المقله بحال الطريقه. غادي نزيد الثانيه ديال لافاش كيري، هذيك اللي درت ديال سميركاس اولا الفروماج اللي دائب، صافي غادي نديها كذلك مع اللي بحالها. ما نجهدوش العافيه تكون متوسطه. كذلك الملاوي ما نرققوهمش بزاف، كاينين شي ملاوي اللي كيخصهم يترققوا كاينين شي ملاوي اللي ما كيخصهمش يترققوا. صافي نحاول نقلب هادي هانتوما شفتو. تنقول لكم دائما الملاوي شوف داك الجبن كيف كيسيح، واخا يسيح ماشي مشكل. دائما تنقول لكم الملاوي ما تحركوهمش منين تنزلوهم في بلاصه باش يقبطوا اللون ديالهم زوين. انا غادي نبقى مستمره في هذه العمليه حتى نجي نقلبهم كاملين. غادي نقلب الثانيه هانتوما شفتو كذلك حتى هادي، وغادي نبقى هكذا بس ما تخافوش من هذا الجبن هذا اللي لان فاش كتهزوه كينشفوا تتبقى فيهم. هذه هذيك الاولى اللي تقبتها بصبعي، داكشي علاش طلقات احتمال تجيكم شي بويقه طلعات تتقبوها ماشي مشكل. وهاد البلاصه منين تبغيو توليو ديروا فيها مسحوها بشي بابير هكذاك باش ما تبقى لكمش الكحوله. صافي انا غادي نستمر بهذه الطريقه هذه كيف شفتوني حتى نكمل ونتلاقاو مع الشكل النهائي ديالهم. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الملاوي ديالنا اللي صوبنا، كنتمنى يعجبكم وغادي يصلح لكم ماشي غير في رمضان، غادي يصلح لكم حتى في الايام العاديه. كنتمنى يعجبكم. ها انتم كيف كتشوفوا غادي نوريكم من الداخل كي كيجي، وهذه ديال الجبن وتقدروا طيحوا في ديال الفرماج راهم كلهم معمرين. لهذا كنقول لكم شكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله، وغادي تجربوهم ان شاء الله وغادي يعجبكم. شكرا لكم.